وللمزيد حول نفوذ الميليشيات الاقتصادي وقبولها أخيرا استثمارات خليجية في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي السيد بهاء خليل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. يا مرحبا. بحسب مراكز بحوث دولية، لطالما عرقلت الميليشيات الاستثمارات الأجنبية في العراق ولا سيما الاستثمارات الخليجية، ما مصلحة الميليشيات بداية من هذا السلوك؟ في البداية هي لها مصلحتين، الأولى هي تنفيذ الأجندة الإيرانية في العراق من خلال السيطرة على العراق اقتصاديا وتحويل العراق إلى بنك يصرف دولاراته لإيران لتجنب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وأيضا من ناحية أخرى فائدة اقتصادية، لأن هذه الميليشيات كانت ولا تزال تفرض عمولات على كل عقود الاستثمار الموجودة في العراق، بالإضافة إلى تغاضيها عن صفقات الفساد الكثيرة التي يتم تمريرها من خلال إعطاء المناقصات إلى شركات وهمية في الخارج، وبالتالي نهب ثروات العراق بطريقة منظمة، وهذا ما يعود عليها على الميليشيات أقصد بمنفعة مادية أولا وبمكانة لدى طهران. كلما كان ولاءهم من هذه الناحية وكمية الأموال التي تهرب إلى إيران بهذه الطريقة، كلما كان موقفهم أفضل بالنسبة لإيران وتكون هنالك اهتمام بهم أكثر. لذلك كانت ولا تزال المشاريع الاقتصادية أو الاستثمارات العالمية أو الخليجية متعطلة في العراق بسبب سيطرة هذه الميليشيات على قطاع الاستثمار في العراق بصورة عامة وعلى العقود بصورة خاصة. نعم. ما التفسير لقبول الميليشيات في العراق مؤخرا بالاستثمارات الخليجية؟ نعم، هنالك متغيرات الآن خصوصا بعد الاتفاق السعودي الإيراني. هذه المتغيرات فرضت على إيران معاملة الاستثمارات الخليجية بطريقة مختلفة. إيران تحاول قدر الإمكان تجنب ضربة أمريكية أو تجنب إشراك الدول الخليجية في ضربة إسرائيلية للمفاعلات النووية، لذلك هي تحاول قدر الإمكان إرضاء الدول الخليجية، لأنه الكل يعرف بأنه الإدارة الأمريكية جميع قواعدها موجودة في منطقة الخليج وحاملات طائراتها موجودة أيضا في منطقة الخليج. الدول الخليجية قد تشترك، يعني إيران تفكر أن الدول الخليجية قد تشترك في المستقبل في أي عمل عسكري ضد إيران، لذلك هي تحاول أن تعقد اتفاقية مع الدول العربية من أجل عدم إشراكها في موضوع توجيه ضربة إلى إيران. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه إيران الآن تحاول إرضاء الخليج قدر الإمكان، لأنه هذا يصب في مصلحتهم من ناحية استمرار سيطرة الميليشيات على العراق. تعامل دول الخليج مع الميليشيات في العراق باعتبارهم الآن أصبحوا حكومة، هذا الأمر من مصلحة إيران أيضا. لذلك على الميليشيات كان عليها أن تطبق ما يطلب منها من الجانب الإيراني، وهي الآن فعلا تطبق من خلال السماح للاستثمارات الخليجية في العراق، وأيضا باقي الدول اللي تحاول الدخول كمستثمر في العراق، وكل هذا يعود بالمنفعة ليس على العراق تحديدا وإنما على إيران، لأنه إيران بعد الإجراءات اللي يعني فعلها الفدرالي الأمريكي أصبحت تواجه صعوبة في عملية نقل الدولار من العراق إلى إيران. نعم، إذن الميليشيات لا تفكر في مصلحة العراق بشكل مستقل بعيدا عن مصلحة إيران، لأن الأمر يتعلق بمصلحة إيران أصبح هناك قبول للاستثمارات ولا سيما الاستثمارات الخليجية. بأي منطق يفكرون أستاذ بهاء؟ نعم، هو تفكير هذا الميليشياوي. الإدارة الأمريكية فهمتها منذ تشكيل حكومة السوداني، فهمت بأن الموضوع ليس عقائدي، الموضوع ليس ديني، موضوع المقاومة وكذبة المقاومة دي صدعوا بها رؤوس العراقيين من 20 عام هي مجرد كذبة. هم يحاولون السيطرة على العراق اقتصاديا والسيطرة، ويكون لديهم نفوذ على السلطة في نفس الوقت، لأنه وجودهم في السلطة معناها عدم محاسبتهم على كل ما ارتكبوه من جرائم منذ 2003 وحتى الآن. لذلك ارتأوا هم أنه يعني الإدارة الأمريكية أن يكون تعاملهم مع الميليشيات من أجل أن يرضون الميليشيات بالمال والسلطة من أجل ترك السلاح جانبا، وهذا ما نشاهده الآن حاليا. يعني أنا يوم أمس في حفل غنائي كان لإحدى المطربات العربيات، سابقا كانوا يهددون حتى
يعني سماسرة الحفلات، لأنه يأخذون نسبة على كل شيء. حتى هذا الآن أصبحوا يقبلون به بسبب وجودهم الآن في الموقع اللي هم يريدوه، موجودين في السلطة، وفي نفس الوقت هنالك تفاهم بينهم وبين السفيرة الأمريكية، لذلك لا ضير من وجودهم الآن في الحكومة. هكذا تفكر الإدارة الأمريكية للأسف، وحال الشعب العراقي يستمر إلى الانحدار شيئا فشيئا إلى أسوأ الأحوال. هل هناك علاقة من ناحية أخرى بانتخابات مجالس المحافظات باقتراب موعد الانتخابات؟ يعني هل قبلوا بذلك من ضمن الأسباب؟ نعم، السيطرة على البلد، يعني سواء في مجال مجلس النواب أو في مجالس المحافظات أو حتى في المناصب القيادية في الدولة من خلال السيطرة على الوزارات، كلها الآن أصبحت هدف للميليشيا. لذلك أي محاولة الآن من تغاضي عن أفعال كانوا يفعلونها بالسابق يجب أن يكون هنالك سبب. انتخابات مجالس المحافظات هي واحدة من أس الفساد اللي موجود في العراق. إحنا نعرف كليتنا أن ثوار تشرين خرجوا بالأساس ضد مجالس المحافظات لأنها أكبر بؤرة للفساد في كل مفاصل الدولة، وبالتالي هي تمثل يعني نوع من الغنيمة للأحزاب، وخصوصا اللي تمتلك ميليشيات مسلحة، لأنه أغلب العقود تنفذها مجالس المحافظات، ومجالس المحافظات الآن قاب قوسين أو أدنى أن تكون في أيديهم للغياب يعني المنافسين في الانتخابات يعني في مجالس المحافظات، بعد أن سيطروا على كل مفاصل الدولة بفضل السفيرة الأمريكية وتحركاتها داخل الأروقة السياسية خلال الفترة الماضية، أكثر من 80 لقاء مع مسؤولين عراقيين وميليشياويين وجهات أساسا مطلوبة على قوام الإرهاب الأمريكي. لذلك هم يحاولون ترتيب الوضع ما قبل انتخابات مجالس المحافظات، وبالتالي يسيطرون على الكعكة الأكبر اللي هي مجالس المحافظات، واللي هي أكثر ما يدور عليهم من أموال بسبب مثل ما ذكرت لحضرتك ارتباطها بعقود المناقصات والإعمار. أشكرك الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل، شكرا لك.